عشان حصل الارض والسحر اللي اتصل بيه وهو بيحطه اعتقد مدحت شقه اللي كان معرفش مين فاكر العيال بتاعه حطاها ومره كان بيرش ميه قديمه في الارض طبعا قبل ما نتكلم عن الصفقات والناس اللي مشيت والناس اللي جت انا اخاطب من خلالكم ملايين الزمالكاويه المحترمين اما العيال السفر اللي متاجره من ممدوح عباس لغايه المزود العتاب ولا الجزمة ولا القيمة الناس اللي بتتكلم في الدولة كنا لسه قاعدين في الاحصائية الزمالك كان عنده احسن فريق ولكن الدوري كله الدور الاولاني ايه اللي حصل؟ اللي حصل نمرة واحد هذا المجنون المسمى دروس ومن بكره ان شاء الله هينزل على صفحة النادي كل القرارات اللي بينه وبينه كلها عشان تعرف انا مش مجنون دلوقتي وحذرته من اللي بيحصل في نهاية الموسم واللي حذرت منه حصل مش ممكن تبقى جاي 30 لاعب كلهم زي بعض بعد ثلاث خالص كلهم سوا وهتشوفها في التسجيل وانا بقول له كل ثلاثه في مركز نفس المستوى وكلهم 80%